النادي الأهلي يعلن رحيل لاعبه رسميا ورد وكيل الشناوي على رحيل اللاعب وفرج عامر يشعل أزمة مع بيراميدز ورسائل الكابتن محمود الخطيب للاعبين وبيراميدز وعرض رسمي لضم نجم الأهلي والجديد في صفقة بيرستاو وخطة موسيماني لمواجهة إنبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، فيديو جديد وحلقة جديدة معاكم محمد رفعت. حلقتنا النهاردة إن شاء الله في الجزء الأول من الحلقة هنتكلم فيها عن كل أخبار النادي الاهلي كالعاده، في الجزء الثاني من حلقتنا هنتكلم فيه عن اخبار نادي الزمالك، لكن في البدايه هنبدا الحلقه زي ما احنا متعودين دايما بالصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات، كما يطلع دوس لايك الفيديو وانزل اشترك بالقناه وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد وحلقه جديده بتنزل عندنا هنا في القناه. تعال نبدا حلقتنا من اخبار النادي الاهلي. موسيماني يطمئن على محمد شريف خلال مران النادي الاهلي النهارده استعدادا لمواجهه انبي غدا. محمد شريف سوف يخضع لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة بعد إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية وسوف يغيب عن النادي الأهلي لمدة 10 أيام. كمان رسميا سيراميكا كليوباترا يوافق على طلب النادي الأهلي بشأن سفر أحمد ياسر ريان إلى تركيا وعدم استكمال فترة إعارته المتفق عليها ما بين الطرفين من أجل الخضوع للكشف الطبي وإنهاء إجراءات انتقاله للعب بإحدى الأندية التركية بداية من الموسم الجديد. وكيل أعمال اللاعبين حازم الحديد ووكيل أعمال محمد الشناوي طلب عدم الحديث عن أي عروض ورفع شعار التركيز أولا مع النادي الأهلي لحصد الدوري، واتخذ قرار بعدم الحديث عن أي عروض خارجية إلا بعد انتهاء مسابقة الدوري. وفرج عامر رئيس نادي سموحة عبر في الجول: كيف يستبعد سموحة من المشاركة الإفريقية ونحن رابع الدوري حتى الآن؟ سوف نرسل احتجاج رسمي لاتحاد الكرة في حالة عدم انصافي، سألجأ للكاف والفيفا. كمان قناة النادي الأهلي عقد الكابتن محمود الخطيب اجتماع مع اللاعبين للتأكيد على أهمية الفترة القادمة وضرورة الفوز بالمباريات وطلب منهم اقتناص الفرص، لأن الفرص الضائعة في الفترة الأخيرة تسبب إزعاج للجماهير والجهاز الفني. كمان مصدر من النادي الأهلي يؤكد بالفعل لقد تلقينا عرض رسمي من جانب إدارة نادي بيراميدز من أجل التعاقد مع ناصر ماهر مقابل 9 مليون جنيه وحسم مصير اللاعب في إيد موسيماني، وسوف يتم حسم مصير اللاعب في نهاية الموسم. كمان قائمة النادي الأهلي لمواجهة إنبي غدا في 9 مساء، القائمة كالآتي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، خط دفاع ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول، محمد هاني، محمود وحيد، سعد الدين سمير، خط الوسط ديانج، حمدي فتحي، السولية، أكرم توفيق، أفشة، جوني راجاي، كهربا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر وكوكا، خط الهجوم بواليا وصلاح محسن. كمان بالنسبة لباقي أخبارنا، موسيماني يستقر على الدفع بولتر بواليا أساسي بديل لمحمد شريف الغائب للإصابة في لقاء إنبي. كمان مصدر من النادي الأهلي: كهربا سوف يعود التشكيل الأساسي أمام نادي إنبي. بالنسبة لتشكيل النادي الأهلي المتوقع بكرة بنسبة كبيرة هيكون كالآتي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، قدامه رباعي خط الدفاع أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، السولية وديانج، في خط الوسط أفشة والشحات وطاهر، ولتر بواليا هيكون رأس حربة وحيد للنادي الأهلي. كمان تقارير تونسية: فخر الدين بن يوسف يوافق على الانتقال إلى نادي بيراميدز من النادي الإسماعيلي. كمان إدارة النادي الإسماعيلي ترفض المكافآت الخاصة قبل مواجهة الزمالك، رافعين شعار زي أي ماتش. والكابتن احمد شوبير يفجر مفاجاه مدويه: تكيس جونياس ايامه معدوده مع نادي بيراميدز والبديل هيكون مصري. ومعلوماتنا بقول لكم ان الكابتن ايهاب جلال هو الاقرب وكان قبل كده موقع على عقود رسميه مع نادي بيراميدز. كمان موقع الوطن سبورت: في صدمه للزمالك، وليد الكارتي المفروض كان هيكون بديل فيرجيني ساسي في الزمالك، اللاعب يصدم الزمالك ويجدد عقده مع ناديه الوداد المغربي. كمان نادي بيراميدز يرفض صفقة مروان محسن ويرفض التعاقد مع مهاجم النادي الأهلي مروان محسن في أي صفقات تبادلية. ومصدر من النادي الأهلي: هناك 12 لاعب داخل النادي الأهلي لن تفرط فيهم الإدارة في أي وقت وبأي مقابل، ومحمد الشناوي على رأس ال 12 لاعب. كمان سلبية مسح بدر بنون وعودته للتدريبات الجماعية للنادي الأهلي مرة أخرى، لكن بنسبة كبيرة هو طبعا خارج مباراة إنبي. كمان وكيل أعماله: تمديد العقد رغبة مشتركة ما بين عمرو السولية ومسؤولي النادي الأهلي
والتجديد أمر منتهي. وموقع اليوم السابع محمد الشناوي يرفض تعديل عقده والحصول على عقد أكبر، ويطالب الاكتفاء بقيمة العقد التي يحصل عليها في الوقت الحالي. كمان مصدر من النادي الأهلي شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا ليس اللاعب رقم واحد في أولويات موسيمان الفترة القادمة منعا لإثارة الجدل. كمان رسميا محمود عاشور حكما لمباراة الأهلي وإنبي غدا، ومحمود البنا حكما لتقنية الفار. والصحافة الإنجليزية بيرس تاو سيغادر برايتون قبل نهاية الانتقالات الصيفية بنهاية الشهر الحالي، وسوف ينتقل إلى النادي الأهلي المصري. كمان تقارير صحفية بيراميدز يفاوض ديجو كوستا من أجل ضمه في ملكات الصيفي، ورمضان صبحي يرفض العودة لتدريبات بيراميدز وطلب راحة حتى نهاية الموسم، ويبدو أن هناك صدام قادم ما بين اللاعب وناديه بسبب تمرد اللاعب. كمان جهاد جريشة حكما رسميا لمباراة الإسماعيلي والزمالك غدا، ومصدر من نادي الزمالك يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد. لم تحدث أي مفاوضات من الزمالك مع بيراميدز بشكل عن التعاقد مع اللاعب عبد الله السعيد، الامر لم يتعدى سوى دخول اثنين من وكلاء اللاعبين المعروفين في المفاوضات مع اللاعب وعرض عليه فكره الانضمام الى الزمالك، وذلك بعد علمهم برغبته في الرحيل عن نادي بيراميدز. كمان حصل مسؤولي نادي الزمالك على توقيع عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري البورسعيدي، والذي ينتهي تعاقده مع فريقه بنهايه الموسم الحالي، وذلك خلال جلسة جمعته مع فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس إدارة النادي بحضور وكيل أعماله سيد مرعي، وتتوقف إجراءات إتمام الصفقة بشكل رسمي على موافقة الجهاز الفني نادي الزمالك بقيادة باتريس كارترون من عدمه. وبكده يكون وصلنا لنهاية أخبارنا. عايزين ندردش مع حضراتكم واتكلم مع حضراتكم عن الأخبار وبعض التفاصيل والمعلومات اللي عندنا بخصوص الصفقات والجديد في ملف الصفقات داخل النادي الأهلي. بالنسبة لملف الصفقات، بالنسبة لصفقة بيرس تاو، فالنادي الأهلي لسه حاطط الأولوية على صفقة بيرس تاو، مفيش جديد. النادي الأهلي في مفاوضات مع نادي برايتون، وبشكل كبير الصفقة هيتم إعلانها في نهاية الشهر، وكمان مفيش أي صفقات أصلا هيتم إعلانها في النادي الأهلي غير بعد نهاية الدوري، سواء كريم فؤاد أو حتى لويس ميكيسوني، فكل الصفقات دي هيتم إعلانها في نهاية الدوري. كمان برضو العائدين من الإعارة بنسبة كبيرة هيكونوا عمار حمدي وأحمد عبد القادر حمدي اللي هيرجعوا للنادي الأهلي. بالنسبة لملف اليو ديانج، والناس سكتت على موضوع اليو ديانج ومحدش عارف الجديد في مفاوضات الأهلي وديانج وجلطة سراي. جلطة سراي يعني زي ما تقول كده حاطين بديل لديانج، لاعب بيلعب في بنفيكا بيلعب في نفس مكان ديانج، فهو حاطينه البديل، هو مش عايزين يدفعوا الرقم اللي النادي الاهلي طالبه، فبنسبه كبيره ممكن جلطة سراي يعني تبص على اللاعب البديل وتفكها من ديانج. لكن لغايه دلوقتي ما فيش اي جديد. اخر عرض وصل للنادي الاهلي كان ب 7.9 مليون دولار، النادي الاهلي طلب 10، فالمفاوضات وقفت ومفيش اي جديد بين الاهلي وجلطة سراي. وانا من وجهة نظري اتمنى استمرار ديانج مع النادي الاهلي لمدة موسم كمان، ممكن يجيب لنا بدل 10 مليون اللي النادي الاهلي عايزهم الرقم يعلى 15 20. ديانج من نوعية لعيبة مميزة جدا تقدر تستثمر فيهم وتراهن عليهم. بالنسبة لصفقة ابراهيم عادل برضو مفيش اي كلام، النادي الاهلي قفل الموضوع واجل الموضوع لبعد حسم الدوري ان شاء الله. وبكده يكون وصلنا لنهاية حلقتنا ونهاية اخبارنا. اشوفكم فيديو جديد وحلقة جديدة ان شاء الله. كان معاكم محمد رفعت، سلام عليكم.